التعرض للغاز المسيل للدموع أو ما نعرفه نحن بالبومبان في أغلب الأحيان ليس لديه أضرار خطيرة، ولكن قد يكون لديه أضرار خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بطريقة صحيحة. الغاز المسيل للدموع أو البومبان هو في الحقيقة سلاح كيميائي مصنف على أنه سلاح كيميائي، تخدم لتفريق الاحتياجات والتجمعات. إن تعرضك له يسبب لك تهيج في الأغشية المخاطية في الأنف والجهاز التنفسي في العين، بيعمل لك صعوبة في التنفس، بيعمل لك جحة، بيعمل لك إحساس بالاختناق، عيونك بتحمر، بتحس زي كأنها فيها شطة، وأحيانا يسبب إحمرار وتقرحات في الجلد. إن تعرضك للغاز يجب عليك أن تبتعد عن مصدر الغاز فورا. مثلاً إذا كنت داخل مبنى يجب عليك أن تخرج من المبنى والذهاب إلى مكان به هواء نقي، ولأن الغاز في العادة يكون غيم على وجه الأرض، لذلك يفضل أن تكون المكان الذي تلجأ إليه مرتفع على سطح الأرض. إن ابتعادك عن مصدر الغاز يجب عليك غسل الجسم بالماء الفاتر وبالأخص العينين والأجزاء المكشوفة من الجلد لمدة 10 دقائق. لو لقيت صابون خير وبركة ما مشكلة، لكن الموية دي كفاية لإزالة أثر الغاز تماماً، لأن الغاز قد يكون عالق بالجسم والملابس. يجب عليك خلع كل ملابسك والاستحمام بالماء أو الماء والصابون من أعلى إلى أسفل، ووضع الملابس المتسقة في أكياس بلاستيك. كما أشرت سابقاً، إذا تم التعامل مع الحالات بطريقة صحيحة فإن معظم الحالات لا تستدعي إلى تدخل طبي، وسيزول أثر الغاز تلقائياً. في حالات نادرة كده ممكن يسبب مضاعفات أكثر، خصوصاً لو تعرضت له لفترة طويلة، مع العلم أن بعض المضاعفات قد تظهر بعد فترة طويلة تصل إلى شهور، لكن هذا الأمر نادر الحدوث. من قوسين يا جماعة، الموضوع ما رجالة، كر فرن. كمان الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو لديهم حساسية من هذا الغاز، قد تكون الأعراض عندهم أشد. إذا لم تلاحظ تحسن الأعراض بعد نصف ساعة، يجب أن يتم إسعافك إلى أقرب مستشفى. في رأيي الشخصي، الضرر الناتج عن الغاز المسيل للدموع خفيف نسبياً بالمقارنة بالأساليب الأخرى التي يستخدمها قوات الأمن. بعض الأشخاص يستخدمون الكمامات الطبية لأن تحميهم من الغاز، ولكن هذه الطريقة غير فعالة لأن المسامات الموجودة في هذه الكمامات تسمح بمرور الغاز. في الحقيقة ينصح باستخدام قناع عسكري، حاجة زي دي كده، وهنا في السودان ما في، وغالية ما عملية ذاته. اقترح البعض أن استخدام نظارات السباحة ومعها كمامات مخصصة للغازات تقلل من التعرض للغاز. كذلك كثير من الناس يتحدثون عن استخدام الليمون، الخل، الحليب، صفق شجر النيم، الخميرة، المشروبات الغازية مثل البيبسي والكولا، ولكن للأسف كل هذه الطرق لم أجد لها مصدر علمي موثوق. هذا لا يعني أنها غير فعالة، ولكنها غير مثبتة علميا. يعني ما في زول عمل بحث في شجر النيم هل بينفع ولا ما بينفع. بما أن الحاجة ما في ضرر، فإنت لو الحاجة بتنفعك ما في معنى أنك تستخدمها. تجنب حكة عينيك لأن يدك ستكون ملوثة بالغاز وستزيد الأمر سوءا. تجنب استخدام الكريمات والزيوت لأنها تزيد من معدل امتصاص الغاز. وكذلك إذا كنت تستخدمين عدسات لاصقة، يجب عليك إزالتها لأنها قد تساعد على تراكم الغاز داخل العين. أهم حاجة، لا إله إلا الله، لا تحمل قذيفة الغاز في يدك لأنها قد تنفجر في يدك وقد تؤدي إلى بتر اليد. جميع المعلومات التي ذكرتها في هذا الفيديو لديها مصادر علمية موثوقة، تلقاها في وصف الفيديو. ما تنسى كمان تشارك الفيديو مع غيرك لأنه قد ينقذ حياة ناس تانيين. كان معكم أحمد صديق، في أمان الله.